والأجويبية من كل سنة. كل باسمه وجميل واسمه سادة المنتخبون. كلمة السيد المدير العام الوطني. السريعة الثانية بأم دائرة 5 مليار. تنظيم عروض رياضية وكذلك معرض يتضمن نشاطات ومعدات مصالح الأمن الوطني، إضافة إلى تنظيم احتفالية خاصة بتقليد الرتب وتكريمات مختلفة، تقليد الرتب للمرقين بالمناسبة لرتب أعلى، وكذلك تكريم المحالين على التقاعد مؤخرا، إضافة إلى رياضي الأمن الوطني الحاصلين على مراتب مشرفة خلال مشاركتهم في مختلف المناسبات الرياضية على المستوى الجهوي وكذلك على المستوى الوطني، إضافة إلى تكريم أبناء قوات الشرطة الحاصلين على أعلى معدل في شهادتي التعليم المتوسط وكذلك البكالوريا، مع تكريم قوات الشرطة الجديرين والمتميزين لوضع حجر الأساس لمرفقين أمنيين، أحدهما مقر أمن دائرة على مستوى بلدية العمرة والآخر مرفق اجتماعي على مستوى بلدية جندل يتمثل في مرقد للعزب.